التوعية اليوم هي جزء من الثقافة، مثل ما تابعنا لا تزال الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي مستمرة. الشهر الوردي بدنا نذكر فيه اليوم ضمن مساحتنا الطبية. رح نتعرف سوا على الخدمات الصحية المقدمة للسيدات بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وأيضا نتعرف على ما يتم تقديمه على مدار العام. معنا الدكتور رفائيل عطلة، مدير عام الهيئة العامة لمشفى الزهراوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم غير إن شاء الله. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. بداية خلينا نبدأ مع حضرتك مع الخدمات الطبية اللي قدمت وتقدم خلال هذا الشهر ضمن الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي. طبعا هلا الشهر العاشر مثل ما الكل صار بيعرف هو الشهر العالمي للتوعية من سرطان الثدي. هلا بس انا قبل ما بلش دائما بحب نوه انه عند الانثى توجد وسيلتين للكشف المبكر عن الاورام. دائما نحن عم نضوي كثير على موضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعم نخفل شيء اسمه الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. بس انا بدعي كمان تلفزيون الاخبارية انه بالشهر الاول من كل سنة هو الشهر العالمي للتوعية من سرطان عنق الرحم. بتمنى يصير إضاءة على هذا الموضوع لأنه عنا بالبلد موضوع خلينا نقول ثقافة الكشف المبكر كانت ضعيفة. هلا خلال هذا الشهر لاحظنا أنه ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والضجة الإعلامية اللي عملت لها التلفزيونات أدت إلى توعية أكثر عند النساء. هلا بتمنى كمان نوصل بعنق الرحم لهذا الموضوع، لأنه كمان بس بدي أوضح شغلة أنه سرطان عنق الرحم هو السرطان النسائي الأول كشيوع بعد سرطان الثدي. فلذلك كمان شائع، فضروري كتير نحن ننوه عنه. هلا الخدمات اللي تقدمت يعني ضمن هذا الشهر واللي هي عم تقدم على مدار السنة، الخدمات أنا بقسمها لثلاث أقسام: خدمة المشورة، وهي الموضوع كيف أنا بدي أقدم مشورة لأي سيدة عم تراجع، أنا شو بدي أقدم لها حكي، شو بدي أنصحها حسب عمرها وإيمت لازم تصور. خليني أقول ضمن مدينة دمشق ضمن المراكز الصحية والمشافي اللي فيها هذا الموضوع تقريبا تقدم 16 ألف خدمة بين مشورة وإيكو وتصوير ثدي خلال خلينا نقول حتى يوم الخميس الماضي. الإيكو تقريبا حوالي 1000 صورة إيكو نعمل ضمن، أنا عم بحكي ضمن المراكز الدولة الموجودة ضمن مدينة دمشق. صور الماموغرام تقريبا صار حوالي 1100 صورة حتى الخميس الماضي، وهذا رقم يعتبر كبير. هلا انا ضمن المشفى عندنا مشفى الزهراوي، طبعا هو مشفى يعنى بالتوليد وامراض النساء وكل ما يتعلق بالنساء. تقريبا حتى يومين كنا مصورين حوالي 200 صورة ماموغرام بغض النظر عن الايكو، عن موضوع المشورة اللي ممكن أقدمها، لأنه نتيجة الضجة الإعلامية عم تراجعنا سيدات مثلا بعمر 25 سنة وعمر 30 سنة جايين يصوروا صور الماموغرام. هدول السيدات نحن مو شرط نعمل لهم صورة ماموغرام، لأنه نحن في عنا توصيات عالمية لمين بدنا نصور. فلذلك هدول بنقدم لأعمار معينة بنقدم لهم المشورة المناسبة حتى يضلوا مهيئين، بس يصير عمرهم مناسب لإجراء الصورة بيعملوا صورة الماموغرام. نعم، يعني دكتور خلينا نحكي عن الفحوصات، كيف بيتم استقبال السيدات لإجراء الفحص، ونحكيها على مدار العام مو بس أنه نحكيها بهذا الشهر. تمام، هلأ نحن بهذا الشهر نحن بنستغله خلينا نقول الإضاءة أكثر على هذا الموضوع. هلأ أنا مشفى الزهراوي دائما خلال هذا الشهر يكتسي بحلة وردية، يعني إن كان بوالين وردية أو شعارات أو إشعارات، هذا الشيء بيخلي انه معظم النساء اللي بيفوتوا على المشفى بيشوفوا هذا المظهر الوردي اللي خلينا بيذكرهم بموضوع الثدي. هلا نحن على مدار السنه قسم الاشعه مشفى الزهراوي هو من الاقسام المهمه واللي خلينا نقول لها سمعه جيده بموضوع تشخيص موضوع سرطان الثدي. نحن في عنا ضغط بالمشفى خلينا نقول دائما المواعيد لحتى نعمل صوره ماموغرام، إذا بدنا نسجل موعد اليوم بده يروح الموعد لبعد أسبوعين، فلذلك في ضغط كبير على صور الماموغرام. وخليني أكد على شغلة، ضمن الحملة صار في ضغط كبير، عدد هائل من النساء عم يراجعوا المشفى، يعني حتى هلا إذا بدنا نسجل دور صار الدور عم يوصل لبعد شهرين. أكيد.
كثير جيد وشي بيفائل انه تكون الحملات حملات التوعيه اتت بالنتيجه المراد منها، واللي هي توجه اكبر عدد من السيدات للكشف حرصا على انه ما يكون في اصابه ان شاء الله يا رب. خلينا نحكي ولو سريعا قبل ما نختم، اليوم قديش عم بيتم في توفير تكلفه، وخصوصا انه حضرتكم وعدد كبير من المشافي عم تاخذ نسب رمزيه وفي بعض الاحيان ما عم تاخذ ابدا تكلفه ماديه. خلينا نقول ضمن هذا الشهر الحمله مجانية. تماما. هلا دائما ضمن سياسه وزاره الصحه، او خلينا نقول المراكز الصحيه اللي فيها صور الماموجرام الموجوده ضمن دمشق، خلينا نقول مركز ابي زر الغفاري، مركز زهير حبي، مجانيه. المشافي العامه مثل مشفى ابن النفيس كمان خلال السنه بيكون مجاني. هلا الهيئات العامه لها نظام خاص، بس الهيئات العامه حتى الهيئات العامه خارج الحمله السعر الرمزي يعني تقريبا 337 ليره على الصوره، وهذا الرقم يعني أقل بكثير من الصور في المراكز الخاصة، يعني بضل رمزي، بس إجمالا ضمن الحملة هو مجاني للجميع. هلأ أنا بس دائما بموضوع الثقافة في فكرة دائما بحب أطرحها وين ما كنت، إنه نحن بموضوع التوعية والكشف المبكر لازم هذا الموضوع يدخل ضمن المناهج التربوية. طبعا خلينا نقول حتى في سن المراهقة، يعني معظم المراهقات وقت يدخل هذا الموضوع، إن كان كشف مبكر سرطان الثدي أو كشف مبكر عن سرطان عنق الرحم، بمناهجهم التربوية رح تعشش فكرة التثقيف أو خلينا نقول الكشف المبكر بدماغهم من هن صغار، بس يوصلوا لمرحلة سن خلينا نقول الحياة الزوجية وبعد الزواج وبعد الأربعين بيضل هاي الفكرة موجودة عندهم، لأنه نحن إجمالا نعاني مع النساء من أجل تطبيق خدمة الكشف المبكر. هلا الضجة الإعلامية اللي صارت خلال الفترة السابقة راح تخلينا ممكن تواصلنا مع النساء أو إيصال المعلومة وقبول النساء لفكرة الكشف المبكر أكثر. نعم صحيح. يعني يا دكتور بدنا نتشكر هذه المعلومات اللي قدمتها، بدنا نتشكر الجهود المبذولة ضمن المشفى وضمن المراكز عامة اللي عم تقدم لسيدات جميع الوسائل ليكونوا قادرين انه يفحصوا حالهم يكونوا قوايا. بدنا نتشكر بوجودك معنا. شكرا لك دكتور رفايل على كل المعلومات اللي قدمتها اليوم، وشكرا لتواجدك معنا. شكرا لك. شكرا.